في 10 حزيران 2014 اجتاح تنظيم داعش الموصل. في ذلك اليوم رفع الإرهابي شفاء النعمة علم التنظيم على منارة جامع المازن الذي كان مسؤولا عنه، فيما رحب وبايع علنا الهالك البغدادي في أول خطبة له بعد سيطرة التنظيم على الموصل، ودعا في تلك الخطبة أبناء المدينة لتقديم فروض البيعة والطاعة على السمع للتنظيم وزعيمه الهالك. أول سيطرة التنظيم رحبنا به لأنه كانوا يريدون تطبيق الشريعة الإسلامية وإقامة الخلافة الإسلامية، رحبنا بها، شجعنا عليها وعلى تطبيق كتاب الله وسنة رسوله. كان خطبتي اعتبروا يا أولي الأبصار. بعد اجتمع بينا رئيس ديوان المساجد وأخذ من عندنا البيعة وطلب من عندنا أنه نأخذ البيعة من الناس. لما جت خطبة الجمعة أخذت البيعة من الناس بالخطبة. أثناء الخطبة قلت أنا نيابة عن المصلين نبايع أبو بكر البغدادي، بينت البيعة الشرعية شلون تكون وأحكامها على السمع والطاعة، بينت أحكامها وأخذت البيعة أنا من الناس. بعد فترة اجتمع بينا مسؤول كبير ما أعرف يقول له حجي معتز، وطلب من عندنا البيعة اللي بيها الدخول بالتنظيم بالكامل، وخلوني مدرس في ديوان التعليم، صرت أدرس بالمركز. بعدين استدعوني للقضاء، مارست القضاء فترة في المحكمة الشرعية. 24 تموز 2014 الموافق 26 من رمضان كان يوما مشؤوما على الموصل، بعد أن صحى أبناؤها على وقع تفجير داعش الإجرامي لجامع النبي يونس الذي يعد من أبرز معالم المدينة التاريخية، حيث يعتلي قمة تل التوبة في الجانب الشرقي من المدينة. قبلها فجر التنظيم الإجرامي جامعي النبي جرجيس والنبي شيث ومرقد الشيخ فتحي وغيرها من الأضرحة والمراقد الدينية. وفي ذلك اليوم الحزين تصاعدت حدة غضب الأهالي ووصول المدينة حد الثوران ضد التنظيم الإجرامي، حينها اعتلى الإرهابي شفاء النعمة المنبر ليدعو الناس إلى الهدوء وعدم الاكتراث بتفجير مرقد وجامع النبي يونس، محاولا تضليلهم عبر أكاذيب ساقها عن عدم وجود قبر للنبي يونس هناك. تفجير قبر النبي يونس أنا خطبت بها خطبة، بينت بها أنه لا يوجد قبر للنبي يونس حتى الناس لا يزعلون، وأن النبي يونس تحته تل النبي يونس يوجد قصر آشوري، وهذا بعد النبي يونس ب300 سنة، فلا يوجد قبر للنبي يونس، وأنه تفجير النبي يونس لا يستحق أن تسفك من ورائه الدماء وتحدث فتنة وبلبلة بين المسلمين. يصر الإرهابي شفاء النعمة على أفكاره المتشددة حتى من داخل توقيفه، فهو يحاول استحضار روايات وأحاديث وتفسيرها حسب أهوائه بهدف تبرير جريمة تنظيم داعش الإجرامي بتفجير المساجد والمراقد. أما تفجير المساجد وهدم المساجد حتى لو كان بها قبر، المسألة خلافية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع قال لعائشة رضي الله عنها: لولا أنك أهلك حديث عهد بإسلام لهدمت الكعبة وجعلت لها بابان، بابا من المشرق وبابا من المغرب، ولزأنزلت الباب إلى الأرض حتى يدخلها الناس.